شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة يلزم منها القول، فلا يمكن أن تكون هناك شهادة إلا بقول، وهذه من مراتب الشهادة من حيث هي أي شهادة لا بد فيها من القول، ولا بد فيها من العلم، ولا بد فيها من الإخبار، ولا بد فيها من الإلزام. فأنت تشهد على شخص، لا بد أن تكون هذه الشهادة منك على علم، ولا بد حتى تثبتها لا بد أن تقول. وقولك هذا لا يكفي أن يكون سرا، بل لا بد أن تخبر بها القاضي. ثم يلزم على هذه الشهادة أن يلزم المشهود عليه بما شهده الشاهد من إثبات الحق. فالشهادة هنا وهي شهادة أن لا إله إلا الله تتطلب القول. ولذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: من نوى الشهادة ولم ينطق بها فليس بمسلم بالإجماع. لو أتى إنسان ولم يقل الشهادة، أراد أن يدخل في الدين وقال إني نويت الشهادة ولم يتلفظ بها فليس بمسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله، وقال لعمه أبي طالب كما في الصحيحين: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لابد أن ينطق بها إذا لم يمنعه مانع ما لم يكن أخرسا، وإلا فيجب عليه أن ينطق بها، وإلا فليس بمسلم.